السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر الوطن العربي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بمشاهدي قناة ملوك 100 عقبة وصفحة ملوك 100 عقبة على الفيسبوك، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. طبعا مكملين معاكم في السلسلة الفنية اللي بنتكلم فيها بعد دخول لعيبة جديدة على نادي الزمالك ومدرب جديد ومرحلة صعبة داخل عليها الزمالك من ماتشات دوري وماتشات كونفدراليه ونهائي الكاس اللي هو بعد 4 مباريات، يعتبروا مباريات تجريبيه ومباريات تمهيديه للزمالك ان هو يروح ماتش الكاس بفورمه بدنيه وفورمه فنيه ويكون الكوتش وقف على كل لاعب في الفرقه وعرف امكانيات كل لعيب في الفرقه. طبعا انا زي ما شرحت في الحلقتين اللي فاتوا طبعا، وبشكر كل الناس اللي بتدعمنا برده تاني، وبشكر كل الناس على التقدير والدعم اللي بيجي لنا الفتره اللي فاتت. اتمنى برده حلقه النهارده تعجبكم يا رب. واستكمالا للحلقات دي، كنت اتكلمت معاكم في الحلقه الاولى ان الزمالك ليه فايده كبيره جدا من دخول بعض الصفقات في وسط الملعب اللي هتعمل مرونه ونقله نوعيه في الجوده بتاعه نص الملعب، وهي دي اللي تقدر تعمل الاتزان وتعوض النواقص اللي في الخطوط اللي في نادي الزمالك. وفي الحلقه الثانيه كمان اتكلمت ان الطريقه المثلى لتنفيذ السكواد نادي الزمالك في الوقت الحالي هي 4-2-3-1، وقلت طبعا على بعض الامثله وليه الاسباب بتاعتي ان انا بقول الطريقه دي احسن حاجه. هكمل معاك برضو في قصه الطريقه دي عشان ما اكونش بطول على الناس، لكن اقول لك مثال بعيدا عن الجزء الفني لكنه جزء اداري. طبعا لا يخفى على كل جمهور نادي الزمالك ان الزمالك فيه لعيبه من اللي جت متايده في الدوري في القايمه المحليه ومش متايده في الكونفدراليه. مثال يعني الزمالك معيد 7 لعيبه في الكونفدراليه ومش معيد ومتايدين في الدوري. انا بتكلم على طريقه اللعب اللي هي بتبقى 4-2-3-1، وقلت لك عشان ما كنتش بلعب في دماغ اللعيبه كتير وما تكونش فيها ادوار مركبه ولا ادوار معقده للعيبه داخل الملعب. كمان النقطه الثانيه، انا النهارده هلاعب الاسماعيلي اول ماتش في اسماعيليه، ده بعد العوده من بطوله، بعد العوده من التوقف. زي ما قلت لك احنا بدأنا 4-2-3-1 الشق الاداري اللي بتكلم عليه، والماتش ده فيه عبد الله السعيد الوحيد اللي مش متأيد افريقيا هو الفرده الاساسيه بتاعه المباراه. هاجي اخش على الكونفدراليه الماتش اللي بعده هيبقى عندي عبد الله مش موجود في القايمه فهطل، وطبعا ناصر ماهر مش موجود، ففي موجود مكانه مين؟ احمد حمدي، موجود تاني معايا الاوبشن القديم اللي هو مين؟ يوسف اوباما. صحيح الادوار مش هتبقى نفس الادوار، لكن المركز بالرقم متوفر له مكان ومتوفر له عدد لعيبه يقدروا يعملوا حمايه لنظام اللعب وشكله في الملعب. لكن لو بنيت طريقه لعب في الدوري وبناء عليها بتغير طريقه لعب تانية في الكونفدراليه، هنا انت برضو بتلعب في دماغ اللعيبه كتير، انت لازم بتعمل فورميشن للعب بشكل معين وبتمشي عليه طول البطولات اللي شغال بيها. طبعا اي مدرب ليه اسلوب لعب، اسلوب اللعب دوت يا جماعه بيتطبق باي طريقه، يعني اللي بيلعب استحواذ بيلعب 4 ورا، بيلعب 3 ورا، بيلعب 5 ورا، هو بيطبق الاستحواذ بطريقه معينه. الطريقة الرقمية مش بتفرق خالص في قصة اسلوب اللعب. اللي بيلعب ضغط عالي، لو بيلعب بمهاجم وحيد، لو بيلعب ب2 مهاجمين، لو بيلعب ب3 تحت راس الحربة، لو بيلعب ب4، القصة كلها ان الضغط العالي الاسلوب ما بيفرضش عليك طريقة رقمية معينة، لكن الافراد دي بتفرض عليك الطريقة الرقمية. ليه؟ عشان كل افراد مناسبين لطريقة لعب معينة. عشان كده انا جيت لك برضو في 4-2-3-1. وهنا هرجع للنقطة التانية، انا دلوقتي لو عندي مشكله في الافراد داخل الملعب، لو مسكت مثلا الباك ليفت، عارفين ان عبد الشافي متايد طبعا افريقيا ودوري، لكن لو في مشكله معاه بدنيه او فنيه بتشيله وبتحط لعيب زي عمر جابر كان بيؤدي الغرض في المركز ده مع كابتن معتمد جمال، او قبل كده يعني كان بيقدم الغرض وكان بيعمل مجهود كويس، لكن ده بيبقى ماتش استثنائي، فبتحط تقدر تلاقي لعيب الجنب اليمين لو المسلوسي او عمر اللي بيلعب وعوزت تريح ده هتريح الاسم ده بسيد نيمار. نص الملعب انا قلت لك على زياد طارق ومحمد شحاته، تقدر تشيل زياد وتحط دونجا، تقدر تشيل محمد شحاته وتحط احمد حمدي او تحط مهاب او كذا لعيب. تيجي للوينجات كذلك الامر، عندك شيكا، عندك زيزو، عندك شلبي، عندك مهاب داخل عليك، وعندك محمد عاطف. كمان الطريقه دي وانت ما بتلعبش في دماغك اللعيبه كتير، في لعيبه جديده جايه عليك، اللعيبه دي عايزه تسمع الكلام
وعايزه تثبت نفسها، وعايزه تثبت نفسها للمدرب ونوعيه اللعيبه زي مهاب، زي محمد عاطف، لعيبه صغيره وجايه من انديه زي الداخليه او من الدرجه الثانيه، ما عندهاش هويه، لكن متعودين على نظام لعب ان الوينج بيرجع يدافع لغايه الباك. فانت كده قدرت تقصر المسافات بينك وبين المدرب. ليه انا قلت عبد الله السعيد هو اللي يبدا مش ناصر الماهر مثلا او احمد حمدي حتى لو جاهز رغم طبعا اصابته؟ لان عبد الله السعيد من نوعيه اللعيبه الكبيره. عبد الله السعيد لعيب كبير هيأثر وقت بين المدرب ودخوله على الفرقه. المدرب لما بيكون ليه افكار طبعا بتاخد وقت عشان تتطبق، التدريبات والمحاضرات كل ده بياخد وقت كبير، يعني عايز لك 3 4 ماتشات عبال ما المدرب يقدر يفرض افكاره على اللعيبه الموجوده ويطلع الاخطاء ويرجع يعالج الاخطاء اللي هو اللعيبه عملتها في المباراه اللي قبل كده. فبتاخد وقت. عبد الله السعيد وزيزو وشيكا وعبد الشافي ونوعيه اللعيبه الكبيره دي بتاثر وقت دخول المدرب. مثلا الزمالك بيلعب ماتش صعب جدا مع في الاسماعيلي مع في الاسماعيليه، وماتش صعب والزمالك طبعا سيء على مستوى تنفيذ الفكره او عنده مشكله. عبد الله السعيد ممكن بكره واحده ضربه حره مباشره، ثرو باص يضرب بيه الخطوط، تسديده، يعمل اوفر كويس للجزيري، او يعمل يفتح تمريره او يفتح مساحه لزيزو يسجل منها هدف. ده دور اللاعب الكبير ان هو يساعد المدرب في الدخول ويقصر وقته. طبعا المدرب وهو بينفذ افكاره هو برده محطوط تحت ضغط النتائج. النتائج دي انت مطالب ان انت تكسب، مش عايز تبعد بعيد في الدوري، عايز تحافظ على صدارتك في الكونفدراليه، وكمان تروح ماتش الكاس تاخد بطوله. فاللعيبه دي هي دي اللي هتحافظ على النتيجه، وهي اللي هتحافظ لك وتبعدك عن بعيد عن ضغط النتائج. يبقى انا كده قلت لك ان القصه بتاعت 4 2 3 1 فسرتها لك ليه من فكرتي ان هي الطريقه الانسب للمرحله الحاليه بعيدا عن اسلوب اللعب. الراجل لو بيلعب باستحواذ هيقدر يستحوذ ب 4 2 3 1، لو بيلعب كومباكت هيعرف يلعب بيهم. هي كل القصه مترتبه على بعض النقط. الاسلوب ملوش دعوه بالطريقه الرقميه نهائي، الاسلوب ليه دعوه بالافراد. الطريقه الرقميه الطريقة الرقمية ليها دعوة بالأفراد. هل أنا عندي 3 مدافعين يقدروا؟ ففي ناس اقترحت إن احنا نلعب 3 4 3 أو 4 3 3. 3 4 3 هنلاقوا فيها مشكلة. طبعا عندنا في الثلاثة اللي في الخط الخلفي دول هقدر أقول لك إن هم موجودين، محمود علاء، حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي أو ياسر حمد، وات ايفر، مش هتفرق. لكن بتتكلم على الوينج باك. الوينج باك هنا أنت ما عندك عبد الشافي، صعب جدا اللي هو ياخد الخط بالطول طول المباراة. سيد نيمار مش واقف على مستواه، كمان لما تيجي تبص على البديل ولا ده ليه بديل ولا دي بديل. عمر جابر في الحتة دي في الناحية اليمين ضعيف جدا، وعبد الشافي فتوح مش موجود. كمان هتيجي على نص الملعب انت بتتكلم على لعيب رقم 6 وليكن ان هو زياد او دونجا، بتتكلم على لعيب رقم 8 لازم يكون بيلعب كوره. حمدي مش جاهز، عبد الله السعيد ما يقدرش يلعبها. فانت كده بتقلل الافراد بالجوده اللي عندك، ما تستحملش طريقه اللعب. ممكن احط انداي مثلا زي ما ناس قالت، استغل انداي اللي هو يبقى الوينج، لكن انت مش عارف ان ضاي هيستوعب العيب التكتيكي بتاع المركز رايح جاي والتغطيه العكسيه، واللي هو يرجع لغايه الخط عنده مشكله. ان ضاي اصلا عنده مشاكل. سيد نيمار كذلك الامر. هنا حتى لو اللعيبه دي ادت بشكل كويس افتراضا ان ضاي وسيد نيمار او عبد الشافي وسيد نيمار، لكن لما تيجي ترفعهم حصلت مشكله او اصابه او انذارين او اي شيء، انت مش هتلاقي حد مكانهم لحين عوده فتوح. في وجود فتوح كنت ممكن اقدر اقول لك هنلعب على جبهه وفي لعيب جبهه فتوح يعني، والناحيه الثانيه نيمار ممكن يعني نستحمل عمر جابر او نستحمل حمزه في المكان ده، لكن مش هدي لك بنفس الاسلوب. او 4 3 3 برضو اللي الناس اتكلمت عليها. 4 3 3 هي عادي هيبقى الخط الخلفي، لكن هتقابلنا مشكله في الاثنين صناع اللعب اللي هم بيبقوا 8، لان 4 فلات في الزمالك فاشله. 4 فلات هتحط لعيبه شبه بعض مش هتنجح معاك. لكن لو عملت 4، انا عن نفسي نفسي الزمالك يلعب 4 3 3 ويجيب لعيبه عندها هويات المركز دي وعندها الاوبشن بتاع المركز ده، ونعمل سكواد على الطريقه دي. دي امنيتي، لكن انا بتكلم في الوقت الحالي انا مش قد الطريقه دي، لان الافراد اللي موجوده حتى لو هتلعب بتمانيتين شحاته مثلا وعبد الله السعيد هي قريبه من اللي انا قلتها دي، ما عنديش مشكله فيها، لكن هتاخد مجهود كبير جدا جدا من عبد الله. لكن ولما تيجي تخش على ماتش زي ما قلنا ماتش كونفدراليه هتعوز تغير لعيب زي عبد الله، لعيب زي محمد، في اسماء
التركيبه الاداريه والفنيه بتاعه الماتشات عامله لنا مشكله. فهي دي الفكره من بتاعه 4 2 3 1. فانا ارجو يا رب ان انا اكون وضحت الصوره عشان نقفل القصه دي، عشان المره الجايه ان شاء الله بقى الحلقه الجايه زي ما معودكم نتكلم على حاجه جديده ونقطه فنيه جديده تخص الكوتش جوميز ونوعيه افكاره وطريقه افكار، يعني طبيعه افكاره وازاي انا رتبت الطريقه على نوعيه الافكار اللي بيشتغل بيها جوميز الفتره الجايه. طبعا بشكركم وبشكر كل اللي بيتفرج عليا، ما تنسوناش في اللايك والشير، ولو ما اشتركتش في القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل عشان يجي لك الجديد. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.